أعزائي المشاهدين في قلب الصعيد، نحن نتابع ونرصد ونحلل أمالكم وأحلامكم وطموحاتكم، ولا ننسى أبدا مشكلات البسطاء. أعزائي المشاهدين، احنا معانا النهارده زميلتنا مروة. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك دكتور خالد، وأهلا بكل المتابعين متابعين برنامج قلب الصعيد. قلب الصعيد مش مجرد برنامج، قلب الصعيد إحساس بنعيشه مع بعض وبنحاول نوصلكم ليه، من سياحة لآثار لمواضيع مهمة كتير، وفقرة إيد على إيد اللي انتم شاركتوا فيها بإنسانيتكم وقدرتوا تعالجوا مشاكل كتير. أعزائي المشاهدين، معانا النهارده فقرات متنوعة ومتعددة. بنتكلم النهارده عن آفاق الاستثمار في صعيد مصر، بنتكلم على التعليم المزدوج. أعزائي المشاهدين، فاصل وتابعونا في هذا اللقاء من قلب الصعيد. استنوا. سيتو عبير بارادايس احنا بنراعي فيه ان احنا نستخدم وننتقي اجود الخامات الموجوده في السوق المتاحه، وان احنا بكل عنايه وكل دقه بالتنفيذ بتاعنا مع افضل المهندسين الموجودين في السوق طبعا، وكل الامكانيات المتاحه احنا بنستخدمها في ان احنا ندي افضل منتج اللي هو عشان الناس يبقى عندها ثقه فينا. والشركة بتقدم تسهيلات لكل عملاء من ناحية السداد ومرونة في التعامل. مشروع عبير سيتو عبير بارادايس، احنا هنا في مجموعة كبيرة من المهندسين المتخصصين في كل المجالات اللي احنا منتقينهم عشان ينفذوا المشروع على أعلى مستوى، ونحقق أمنيات الناس في ان هم يستلموا في الميعاد على حسب وعدنا ليهم، وان شاء الله احنا ملتزمين في كل اللي احنا بنلتزم بيه قدامهم، لان احنا هي دي طبعنا وهي دي سياسه الشركه ان احنا نسلم الناس
ونلتزم بالميعاد والمواصفات المطلوبة. عبير بارادايز المنيا الجديدة. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم من قلب الصعيد، وأرحب مرة تانية بمروة. أهلا بك يا مروة وشرفتينا. أهلا بك دكتور خالد وأهلا بكل المتابعين. أعزائي المشاهدين، صعيد مصر في حاجة إلى التنمية والاستثمار، ودايما إحنا بنقول أن التنمية والاستثمار هي قاطرة النمو للمستقبل المشرق لمصرنا الغالية. أعزائي المشاهدين، في هذه الفقرة نحن نتناقش مع حضراتكم في مستقبل الاستثمار في صعيد مصر. يسعدنا إن إحنا يكون معانا علم من أعلام الاستثمار في محافظة مصر، الأستاذ ناصر الريدي. طبعا نقدر نقول إن هو عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأيضا عضو مكتب التنفيذي للاتحاد المصري للمستثمرين. أهلا بك يا دكتور، نورتنا النهاردة. أهلا بحضرتك أستاذ ناصر. يمكن لو قلنا، يعني بتقول إن مفيش جذب للاستثمار في محافظة المنيا، وحضرتك أحد المستثمرين. أيوة. المشاكل الفعلية اللي أنت بتعانيها كمستثمر إيه؟ أقول لحضرتك، بالنسبة لما بعمل منطقة صناعية بعملها، يعني احنا بنتكلم في المنيا وبصراحة، يعني تمام، احنا بنعمل منطقة صناعية بتخدم قطاع الاستثمار المنوع. احنا عندنا كذا نوع من الاستثمار في المنيا. في الاستثمار بالنسبة للمحاجر والمناجم المحاجر، ودي موجودة في شرق النيل. الاستثمار الزراعي ومتركز في صملوط ومنطقة طريق الصحراء الغربي. طبعا مفيش منطقة صناعية هناك، مع ان لو في منطقة صناعية هناك هتعمل شغل كويس جدا، وكان في هيبقى فيها اقبال، وبدليل ان في مصانع قائمة سواء مرخصة او غير مرخصة في المنطقة دي موجودة وبكسر كمان. المكرونة والصلصة، وفي اللي يعني هي حاجات اللي هي في منطقة طيبة تمام. ما لو دي بقى حدث ولا حرج، لان دي تجمع صناعي وتجاري غير عادي. تمام. دي احنا مطالبين بانشاء منطقه حرفيه هناك ونصر عليها، وما تتعملش بنظام المطور الصناعي اللي كنا عاوزينه. المطور الصناعي يعني واحد ياخد ارض ويرفقها وبعد كده يطرحها للناس. يعني دي نعتبرها مناشده من برنامجنا هنا. ايوه طبعا، المنطقه الصناعيه في منلاوي عاوز تتعمل وتترفق عن طريق الدوله وتتباع، حتى مش مجاني، مش مشكله. المستثمر الصناعي في منلاوي موجود، والحلف انت حضرتك لو عارف، انت حضرتك من مين عارف ان انت لو عايز تصلح عربيه هتروح منلاوي. بالظبط كده، بالظبط. يعني فيها حركه صناعيه وحرفيه غير عاديه. تمام. دي بخصوص اختيار المناطق الصناعيه في الاماكن اللي تجذب المستثمر انه يعمل فيها صناعه. تمام. طيب من خلال خبره حضرتك، عايزين نعرف برضو نصائح للمستثمر في المنيا. هو حضرتك المستثمر هو مفيش، بس احنا مش شايفين بعضنا كويس. يعني الدوله بتدي وفاتحه منافس كتير بالنسبه لحل مشاكل المستثمر. يعني في التمويل مثلا، في مركز تحديث الصناعه اللي تابع لاتحاد الصناعات، اللي هو مركز تحديث الصناعه بيدي قروض لحد 2,700,000 للمستثمر. بس ده بيشترط عليه طبعا لازم يكون المنشاه مقامه ومنشاه مرخصه. تمام. تيجي بقى عند الترخيص، في مشاكل كتيره في الترخيص. يعني عند في قابلنا معالي دوله رئيس الوزراء ونرى المشكله، ان احنا عندنا الرخصه بتؤدي لمده سنه واحده، رخصه مؤقته. دلوقتي هو خلاها 5 سنين. تمام. المستثمر الصغير برضه، وبعدين كل المشروعات المقامه حاليا في المنيا مشروعات صناعيه صغيره متوسطه، ما اقدرش اقول عليها مشروعات ضخمه يعني. تمام. اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعمل جذب للمستثمر الكبير اللي بيعمل حاجات مصانع استثمارات ضخمه، على اساس ان هو يبقى فيه صناعات مغذيه لي. يعني ممكن بتاع المنيا او المستثمر الصغير بتاع المنيا يعمل مشروع مغذي للصناعات الكبيره دي الموجوده، صناعات تخدم على الصناعه الكبيره الموجوده. واعتقد ان الدوله اعلنت عن وجود 3 رخص مصانع اسمنت في الصعيد.
الفتره اللي فاتت. تمام. يعني استاذ ناصر، يعني لو قلنا تلكس سريع للقائمين على الاستثمار ولرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول لهم ايه؟ عايزين مزيد من التعاون مع المستثمر الصغير، لان هو بيعاني مشاكل كتيره، عايز معامله خاصه وعايز معايشه على ارض الواقع، عايز تعاون من جهات البنوك للائتمان، يعني تراعي الخصائص الموجوده للصعيد، لان يعني الصعيد بتوفر فيه الايد العامله كويس قوي، بتوفر فيه مواد طبيعيه زي المحاجر المناجم العسل الاسود الحاجات المنتجات الزراعيه الاخرى، لكن ما فيهوش يفتقر الى عمليه الدعم المادي وعمليه التسهيل الاداري للترخيص. طبعا دي كانت افضل حاجه نختم بيها فقرتنا النهارده، وهي المناشده، المناشده لدعم المستثمرين اللي هم اساسا اساس مصر، سواء كان في الاقتصاد او الاستثمار. مشاهدينا لسه مكملين معاكم بفقرات تانية. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني من الفاصل لقلب الصعيد، ومعانا ضيفنا الأستاذ ناصر الريدي. أستاذ ناصر، وإحنا بنتكلم عن آفاق الاستثمار في صعيد مصر، أعتقد الشباب محتاج لدفعة. أولاً يمكن حضرتك قلت لي قبل كده، يمكن قبل التسجيل، كنا بنتكلم إن مفيش نوع من الحماس بالنسبة للشباب للعمل في المشروعات الخاصة. عايزين نقول ممكن الشباب نشجعه إزاي؟ هو الصندوق الاجتماعي عمل وفتح باب كبير لتنمية المشروعات، بس هو احنا عندنا الشباب يعني بنقسمهم لشرايح. شاب واخد مؤهل عالي وعايز مصر على الوظيفة، ودي مش متاح، الوظيفة طبعا في الحكومة تمام، وده مش متاح. نظام الفتح الميري. نظام بالظبط كده. بس هو فيها، اقول لحضرتك حاجة، هي حلها ايه؟ هو حلها واعتقد انه ده الاساس، ان الانسان بيتعلق بالميري لانه هو بيديله نوع من نوع الطمانينه. طمانينه في المعاش، طمانينه في العلاج اللي عندنا في الدوله، في الحاجات الزراعيه الصحيه، استقرار العائلي، هيتجوز يعمل اسره، عشان اذا حصل الاستقرار ده في القطاع الخاص يعني وحدنا نظام التامين والمعاشات، فرضنا قيود معينه على صاحب العمل انه يغطي النسبه بتاعته من التامينات والمعاشات، على اساس ان هو يتساوى الموظف بتاع الخاص مع موظف الحكومه. حلينا مشكله التشريع دي بالنسبه للتامينات، ودي اول حاجه واهم حاجه بالنسبه ادينا له هو احساس ان هو مش اي وقت صاحب العمل يطرده. عملنا الموضوع اللي هو بينادي بيه منظمه العمل الدوليه، انه لازم احافظ على حق العامل قوي، وابقى متمسك بيه، وابقى متمسك ان انا اديله حقه تمام. يحصل عمليه طبعا، والناس تيجي تتجه للقطاع الخاص بقلب، بقى الشباب يبتدي يشتغل بقلبه. ما هو طبعا ما يطلع بره بينجح ليه؟ لان هو قاعد سنه معينه او سنتين او ثلاثه بياخد متفق على راتب محدد، عارف ان هو بقى مش عايز منه معاش، مش عاوز منه تامينات، بيحصل على القدر الكافي وقت زي ما بيقول. تمام. عندنا هنا مفيش، عندنا في مصر عامه مش في المنيا بس، ما عندناش حته الطمانينه دي، ما نقدرش نطمن العامل في القطاع الخاص على حقيقي. يعني عايز اقول لحضرتك الشباب، فعلا الشباب اللي في سننا وبنشوفهم بره، مستحيل يبقى عنده اقبال على انه يشتغل في قطاع خاص، حتى لو عاجبه، نتيجه انه مش شايف انه بيضمن له يعني حياه بعدين، استقرار بعدين. حضرتك شايف فعلا ان القطاع الخاص حقيقي مش بيحقق النجاح ده، مش بيحقق استقرار فعلا؟ ما هو القطاع الخاص، ما هو عندنا نص القطاع الخاص بيشتغل غير رسمي، قطاع غير رسمي. الترجمة دي انا عارفها كويس، بس بيشتغل قطاع غير رسمي ليه؟ لانه مش قادر يبقى قطاع رسمي، مش قادر يرخص، مش قادر يسجل، مش قادر يحصل على تراخيص، فانت موقفه. فامتى هيعمل لك القطاع الرسمي؟ القطاع الرسمي نوعا ما بيدي، في عقود، في مرتبات كويسه، الشركات الكبيره، وده مش متوفره في المنيا، متوفره في 6 اكتوبر في العاشر، في مؤسسات كبيره، مؤسسات اقتصاديه كبيره محترمه الناس بتسعى عليها، شركات البترول، الشركات اللي في العاشر و 6 اكتوبر. الشاب طبعا بيدور على حته الاستقرار، انا هتجوز يبقى عليا مسؤوليات، ايه اللي هيديني الاطمئنان ان انا هقعد على الاقل 5 سنين بمرتب كويس، تعاقد محترم في شركه محترمه بتدي مرتب كويس، انمي الصناعه عندي واعمل لها دعم، واعمل لها واحول المنشات الكثيره والصناعات الكثيره اللي في المنيا في كل حته. عندي قريه فيها 83 مصنع. تمام. واخد بحضرتك؟ قريه طيبه.
لا كان دير ابو حنس اسم الله. دير ابو حنس طبعا حاجه جميله. حولنا منها اكثر من 35% منها لمصانع رسميه، في مصنع ما كانش مرخص ارخص، وعمل كمان مدرسه داخل مصنع. جميل. في وان شاء الله باذن الله الشهر ده هنفتتح مدرسه ثانيه داخل مصنع برضه. ما شاء الله. فالناس ممكن لو انت مديت له هيدي المعونه وعملته وحولته قطاع رسمي ودعمته هيشتغل وهينتج وهيأمن على العامل وهيجري ورا حق العامل، لان هو ده مرتبط بالعامل. تمام. استاذ ناصر، الايام اللي فاتت يمكن ظهور المستريح والناس اللي كانت بتاخد فلوس على اعتبار ما هي هتوظفها، ويمكن في قرية القمادير هنا في محافظة المنيا مجموعة من ستة خدوا حوالي 50 مليون جنيه من البسطاء علشان يوظفوها. أنا شايف إن في هناك إقبال من الناس على توظيف أموالهم، خاصة لو واحد معه 10,000 جنيه، واحد معه 20,000، لا هيقدر يعمل بها استثمار ولا يقدر يعمل بها حاجة. هل ترى أن هناك لابد أن يكون هناك دور للدولة في استخدام هذه الاستثمارات البسيطة ويعملوا مثلا مصانع يمكن أن تقدم قيمة مضافة للاستثمار داخل المحافظة؟ من على فلوسها بتدي بس النصاب ما هو ما بتطمن وبتدي. معلش يعني انا هاخد تجربه يمكن مرينا بها كمصريين كلنا، اللي هي تجربه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قناه السويس. ايوه طبعا. خدنا كام مليون في ايام بسيطه، 7 ايام او 8 ايام. ولو اللي برضو الرئيس وجه الدعوه تاني لانها راح في مكان مضمون. اولا مصدر ثقه الرئيس، والناس بتحبه وبتدعمه وبتحس انا حاسه ان هي فلوسها ما ضاعتش. تمام. بتدي فلوسها وبسخاء. تمام. البنوك هنا لو البنوك بتتعامل مع الصناعه، البنوك اهمها ان هو يضمن 100% فلوسه، فيقول لك مرتب موظف مش عارف ايه، ما هو ده الموروثات الاجتماعيه اللي احنا حتى بتوع الائتمان شغالين بيها، عايزين ضمانات 100% ان فلوسها ترجع. بس المضحك برضه لو حد انصب عليهم وياخد له زي نواب القروض زمان، يعني ربنا لا يعيدهم، يعني هقول لحضرتك هيدوا له. ما انا هقول لحضرتك عن تجربه، عمل ايه هو؟ خد مره ودفع، خد مره ودفع، مره واخد بعد كده ياخد مره وما يدفعش خالص. هو تولف. لو بقى لو في شغل، لو في بنوك خاصه عملت شغل وعملت شغل ائتمان صحيح في 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 بلد زي المنيا، تاخد فلوس كتيره وهتعمل مشروعات جاده كتير جدا. يعني هل يمكن ان نحل هذه المشكله عن طريق التمويل الخاص لما تشرف عليه الحكومه عشان ما نعملش شركات توظيف اموال تاني وتحصل الكوارث؟ البنك الخاص بتشرف عليه الحكومه والبنك المركزي. تمام. بس هو ده الثقافه الائتمانيه بتاعته تتغير، يشتغل مع المشروعات الصغيره والمتوسطه. تمام. في مشروعات كثيره، في جمعيات وجمعيات مجتمع مدني بتدي قروض مبسطه وبتعمل قرض الدوار اللي احنا سمعنا. طيب ممكن نقول نصيحه للشباب لحد حين يعني تصليح كل هذه الاعباء والاخطاء، نصيحه ليهم بدل ما يقعدوا ويستنوا الوظيفه الحكوميه يعملوا ايه؟ هقول لحضرتك، فكر في مشروعك، سواه قبل ما تصنع، ابتدي تصنع صغير، يعني خلي تجربتك تحلم وتكبر معاك. انا ابني الاول يعني اشتغل، خد تعليم مزدوج، التعليم المزدوج اللي احنا بنرعاه، القطاع الخاص بنرعاه. تمام. وبعد كده قلت له سوق المنتج، انا اسست ابن حضرتك فعليا يعني. يعني انت ما خدتوش عندك المصنع وقلت له انت ابن صاحب المصنع، يعني انت سبته يتعلم. مشروع خاص. جميل. ايه بقى؟ جميل. الاول اللي خدت وكيل تعاون منظفه، وبعد كده قلت له سوق وشوف اسرار الصنعه ايه، وبعد كده نعمل لك شركه تصنيع، وفعلا اتعملت شركه، اتعمل مصنع، وجاري في استخراج الرخص والتراخيص بتاعته، وهيبتدي ان شاء الله اول انتاج خلال الفتره القريبه ان شاء الله. التوفيق. هو سوق الاول يعني. تمام. اكيد. الحقيقه الحلقه يعني مش عايزين نخلصها، معلومات حلوه جدا من حضرتك بتفيدنا كتير. بس يعني في ختام او اخر سؤال ممكن نقوله، حال الاستثمار في الصعيد هل شايفه مستقبلا هيكون متميز؟ ان شاء الله، ان شاء الله يبقى متميز، ان شاء الله يبقى. طب السياحه ليها دور بتفرق؟ اراده وجود المعالم السياحيه في المنيا. لا بتفرق؟ دي حدث ولا حرج. طبعا طبعا. هي مهمله بنسبه 100% من الدوله. احنا عندنا مناطق سياحيه ملهاش حل يعني. عندنا تونة الجبل، عندنا بني حسن، عندنا تل عمرنا، عندنا، بس غير مستغله بنسبه 100%. انا على فكره عملت من فتره كبيره كده اول بدايه الثوره، عملت مؤتمر علمي عندي في ملوي، ودعيت فيه كان 25 استاذ دكتور، كان رئيس هيئه الطاقه الذريه الاسبق الدكتور حمد رشدي كان رئيس المؤتمر،
وزورتهم مصر دي، قال لي مش ممكن بلد زي كده مش فيها تنمية. يعني تلت صعيد مصر، يعني تلت اثار مصر موجودة في محافظة المنيا، واعتقد ان ده برضو سبيل للاستثمار. قدموا افكار تمام. جميلة جدا عشان خاطر يعملوا مشروعات هنا في المنيا، ان شاء الله جاي احسن باذن الله. اكيد طبعا حلقتنا او فقرتنا مع ضيفنا العزيز انتهت، كنا مبسوطين بالفقره دي. استاذ ناصر الريدي شرفتنا، واعزائي المشاهدين يعني الاستثمار باذن الله هو قاطره مصر للمستقبل المشرق بسام باذن الله. الفرصه موجوده للشباب، مشروعك موجود، وزاره التموين بتفتح مراكز كثيره جدا بالمشاركه لداخل مراكز المحافظه كلها، وان شاء الله الاستثمار واعد ولامل لمصر ومستقبل مشرق بسام لمصرنا الغاليه ان شاء الله. متواصلين مع حضراتكم مع قلب الصعيد، فتابعونا. تميمة تيلي شوب، متعة التسوق عبر شاشات التلفزيون. انت عايز كمبيوتر، وانت عايز تغير تلفزيونك القديم، وانت عايز ايه؟ عايز اتفرج على القنوات المشفرة. كل ده بتقدمه لك شركة تميمة. جهاز كمبيوتر اوريجينال، استيراد الخارج، ماركات عالمية، اتش بي، كومباك، دل، وماركات تانية كتير. هارد كبير تخزن عليه حاجات كتير، رامات عالية السرعة، وما تنساش كارت اللان علشان النت، تحمل اقوى الافلام والفيديوهات، وكمان تدخل على الشات. واهم ميزة الشاشة، شاشتنا LCD مش شاشة عادية، شاشة LCD 17 بوصة مفلترة علشان ما تتعبش عينك كل شوية. كمبيوتر كامل متكامل علشان ولادك يلعبوا ويتسلوا وكمان يتعلموا، وانت كمان ممكن تستخدمه في برامج الكتابة والحسابات، وطبعا مع الجهاز جميع المشتملات، الكيبورد والماوس والكابلات. وضمانة مش سنة زي الشركات، ضمان سنتين، وكمان في تأمين على الجهاز. المفاجأة الكبرى، شاشة تلفزيون LCD هدية، شاشة عرض من غير وصلات، تتفرج على الافلام الجديدة والمسلسلات. مستني ايه؟ كمبيوتر وكمان شاشة تلفزيون هدية. مش بس كده، تميمة بتقدم لك ريسيفر HD هدية عليه كل القنوات الجديدة، ريسيفر ميني HD وباقة القنوات المشفرة ببلاش مع الريسيفر، وكمان بيشغل فلاشة خارجية. كل ده فقط 777 جنيه زائد مصاريف الشحن. أدلتي. أول موقع طبي يقدم خدمات إعلامية وإعلانية متميزة. يمكنك من خلاله الحصول على موقع تفاعلي، تعرض فيه كل خدماتك، كما تتمنى أن يتعرف علي عملائك. أدلتي، دليلك الشامل لخدماتك الطبية، صحتك حياتك. جمال ده كل شاب وكل شاب عايزه. عانيت من شعري كتير، بدأت أدور على حاجة بتكون مناسبة ليا وفي الوقت نفسه مش مكلفة قوي. الزراعة الشبكية دي أحدث شيء أمريكي توصلنا إليه. تركيب الشبكية عبارة عن طبقة خارجية شفافة جدا بتبقى واخدة نفس منبت الشعراية زائد لون الجلد بتاع الشعر. حالة الاكتئاب خلاص راحت بجد، وزي ما انتم شايفين شعري بقى عامل ازاي. سر جمالك وسر رشاقتك، جربوه مش هتندموا. تحياتي مجد القاسم. مع مركز التجميل احلى نرجع حياتك بقى لها شكل تاني. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم من قلب الصعيد. في هذه الفقرة أعزائي المشاهدين احنا بنتكلم على التعليم الفني. التعليم الفني هي مرحلة هامة من مراحل التعليم، هي مرحلة التعليم الثانوي، يعاني الكثير من المشكلات، وكان هناك حلول مختلفة لحل مشكلات التعليم الفني، ربما كان من أهمها التعليم المزدوج. وهذا النوع من التعليم له ما له وعليه ما عليه. عشان نتعرف مع حضراتكم على التعليم المزدوج، يسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده ضيف دكتور معتز احمد حسن، وهو ايضا استشاري نفسي وتربوي للوحده الاقليميه للتدريب التنموي والتعليم الفني والتعليم المزدوج.
اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. نورتنا في برنامج قلب السعيد. كتر خيرك، نور بيكم. قبل اي سؤال عايزين نعرف من حضرتك يعني ازاي شاب في سنك استشاري في نفسي وتربوي، يعني ازاي وصلت للحاجه دي؟ اولا فكره تم استشاري نفسي وتربوي انا مريت بعد ما اتخرجت من الجامعه سريعا بكذا تمام مرحلة شغل. أنا اشتغلت تمام في الوحدة الإقليمية، اشتغلت مع مركز النيل الإعلام، مع مؤسسة هانز زايد الألمانية، اشتغلت مع الإنجليزية، اشتغلت مع الواي، فقدرت أن أوصل تمام لفكرة قناعة شخصية عن التعليم المزدوج. إيه هي القناعة الشخصية عن التعليم المزدوج؟ قابلت تمام نقيب المستثمرين الصناعيين ومدير الوحدة الإقليمية أستاذ ناصر بيدي، ابتدى تمام يتكلم معايا عن التعليم المزدوج وعن الفكرة، ابتديت أخد نوع من الإيمان المطلق بالفكرة. حطيت قاعدة أساسية لي أن لو انطلقنا فعلا من فكرة التعليم المزدوج بيتحول معظم التعليم الفني أو نسبة كبيرة منه لتعليم مزدوج، هي دي بداية الحراك والثورة الصناعية في مصر. أنا دي وجهة نظري وقناعتي ورسالتي، فابتديت أدخل الوحدة الإقليمية وابتديت أتعامل مع الطلبة اللي وافدين من المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية ومتقدمين لينا، وكانت هي دي بداية أن أنا أخد خبرة كبيرة عن شريحة كبيرة جدا من أولادنا ومن أطفالنا ومن إخواتنا زي ما كل الناس ممكن تصطلع عليهم كيفما تشاء. وصلت القناعة ان انا هشتغل في التعليم المزدوج لدرجة ان انا ممكن اصبح في يوم من الايام عندي فكرة وخبرة كبيرة ممكن حد يستشيرني فيها، فطلعت كلمة استشاري تربوي. دكتور معتز، يعني قبل ما نخش على مميزات وعيوب التعليم المزدوج عايزينك تقول لجماهيرنا يعني ايه المقصود بالتعليم المزدوج. فكرة التعليم المزدوج لكل جماهيرنا هي فكرة خريج بيتوافق مع سوق العمل، هي دي الفكرة الأساسية والبيزك بوينت أو النقطة الرئيسية تمام فكرة التعليم المزدوج. بمعنى أن أنا طالب يتقدم ليا من المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية، فحضرة أستاذ خالد زي ما ذكر تمام حضرته فكرة أن قد يكون المجموع للطالب لا يلحقه بالتعليم العام، فمن ثم تبدأ تظهر مشكلة أن أنا عايز ألتحق بتعليم بس أخلص التعليم الفني ده عشان أدخل منه جامعة. فهنبدأ نذكر من خلال التعليم المزدوج اللي فتح تمام ذراعي وقلبه لطلبة المرحلة الإعدادية ازاي تم الطالب ده بيكون خريج متوافق مع سوق العمل، وهي دي الفكره الاساسيه يا استاذ خالد وفكره اساسيه لكل مشاهدينا عن التعليم المزدوج. ايه هي صفاته وخصائصه ومميزاته وعيوبه هنناقشها مع حضرتك. اكيد. طيب عايزين نعرف من حضرتك اهدافه واهداف المؤسسه نفسها ايه؟ التعليم المزدوج الوحدات الاقليميه هي وحدات بتعد وحدات خاصه، وهي بتكون بشراكه ما بين القطاع الحكومي والقطاع العام. الفكره الرئيسيه تمام اللي بتنصب عليها التعليم المزدوج انه بيبدا يستقبل تمام الطالب او لسه طالع من المرحله الاعداديه للمرحله الثانويه حسب مجموع معين وتنسيق معين. بنبدا نبص تمام لفكره ثانيه، فكره هل تنسيق الطالب ده لما يدخل التعليم المزدوج التنسيق ده بس هو المعيار الاساسي والرئيسي في اختيار الطالب ده، ولا في معايير ثانيه؟ لا، في معايير ثانيه كتير. طب مين اللي بيختار التاني الاول؟ نعم، لا مين اللي بيختار التاني؟ يعني الطالب هو اللي بيختار التعليم المزدوج ولا انت اللي تختار الطالب؟ سؤال جميل جدا، طرح ممتاز. هل التعليم المزدوج هو اللي بيختار الطالب ولا الطالب اللي بيختار التعليم المزدوج؟ انا وجهه نظري ان التعليم المزدوج هو اللي فتح ذراعي للطالب بافكاره، ولما الطالب شاف ولي الامر ده اتحقق تمام على وجه في الواقع فابتدى تمام الطالب بياتي وافد للتعليم المزدوج. فالبدايه فكره نزلت الارض بقت تمام عقيده راسخه، شفنا منها نتاج، النتاج ده ابتدى اولياء الامور يتبنوه، فابتدى يروح فكر ولي الامر ما دخلش ابني تعليم عام وابدا ينصب اهتمامي للتعليم المزدوج. تمام. طيب هل هناك اختبارات للطلبه اللي بتتقدم ولا اي طالب ما يعني ما التحقش بمجموع عالي بيقدر يعني يدخل ويشارك؟ وهنا تمام نحط نقطه ونقول ان التعليم المزدوج هو التعليم اللي لا يتلقى الطالب فقط على فكره مجموعه اللي حصل عليه في الشهاده الاعداديه، هو تعليم بيتلقى الطالب على فكره مقابله شخصيه بنعملها للطالب. طب المقابله دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها اختبار ذكاء، وده اللي احنا مفتقدينه، اختبار سمات وميول مهنيه، اختبار وعي مهني. بنشوف الطالب تم هو حابب يروح اي قسم من الاقسام، مش مجموعه هو اللي بييسر له قسم هو مش حابه، فمن ثم ما يعرفش يشتغل في القسم ده فيكره القسم والدراسه ويطلع حد زي ما استاذ خالد كنا بنتناقش قبل الحلقه، هو حد طالع من التعليم الفني حاصل على الدبلوم العظيم وفي النهايه مش بيعرف يقرا ويكتب. احيانا بالميم، بس في الدبلوم بالميم اللي بقى في يقرا ويكتب. صحيح. اعزائي المشاهدين، والدبلوم بالنون الدبلون. دبلون دبلون طبعا. يعني بتعملوا اختبارات قرايه وكتابه؟ بنعمل اختبارات اولا قراءه وكتابه. اثنين اختبارات ذكاء، نسبه ذكاء ايه؟ اي نوع من انواع الذكاءات اللي ممكن نشتغل عليها، وهنا في دور بقى تعمل الاخصائي النفسي والاستشاري النفسي والتربوي. انتوا يعتبر عملت لهم اعاده تاهيل يعني من غير ما يدخل يدرس هو استفاد كتير. ده احنا وصل الامر بينا في نوع من انواع العلاج النفسي تمام، ويمكن بعض مشاهدينا يعرف النوع ده، هو العلاج بالموسيقى.
تتخيلوا ان احنا ابتدينا نرسخ في الوحده الاقليميه للتعليم والتدريب الفني المزدوج ان في حد موسيقي بيبدا تمام يروح ينشط التربيه الوطنيه والحس الوطني عند الاطفال بفكره الموسيقى، هو يعزف وهم يبداوا يتكلموا ككورال متكامل. يا سلام، دي فكره نفسيه. فكره نفسيه. يبقى فعلا عملنا تمام اختبار، خدناهم على اساس اختبارات ميول ووعي مهني واتجاهات مهنيه، حددنا ذكاء واي نوع من الذكاءات، هل ذكاء اجتماعي، ذكاء وجداني، ذكاء رياضي، ذكاء، وابتدينا نوظف ده ووصلنا في النهايه لتنشيط وترسيخ القيم الوطنيه من خلال الموسيقى. تمام. طيب يعني هل الطالب بعد ما بيتخرج من التعليم المزدوج هل بيحصل على عمل ولا بتوقف هنا عمليه بس ان انتوا تدربتوه وعلمتوه اهلتوه بقى هو يبدا يدور في سوق العمل؟ هل الطالب احنا دربناه وخلاص على كده سبناه وطلع اخد دبلون او دبلوم والتعليم المزدوج دبلوم؟ هل هو تمام هنسيبه احنا يتولى هو مهام نفسه؟ عايز اقول لحضراتك فكره التعليم المزدوج هي بتقوم تمام في الاساس على فكره اساسيه ان الطالب بيشتغل 4 ايام عملي ويومين نظري. تمام. فيومين نظري بيكون في مدرسه. طب هم التعليم المزدوج ليه مدارس خاصه؟ لا، ملوش مدارس خاصه، هو فصول ملحقه بمدارس التعليم الفني الصناعي زي مدرسه الصناعه الزخرفيه التجاره. تمام. ففي فصول ملحقه اسمها فصول التعليم المزدوج، وهنا انا بنادي بفكره اساسيه اتمنى اشوف مدارس كامله متكامله للتعليم الفني المزدوج. فيبدا الولد تمام او الطالب يلتحق بفكره الفصول التعليم المزدوج ويبدا يتدرب 4 ايام. طب وهو بيتدرب 4 ايام انا صاحب منشاه صناعيه، جبت طالب ابتديت ادربه، صرفت عليه وانفقت عليه، اديته حافز اثابه. ايه هو حافز الاثابه؟ بيوصل لقيم ماليه 600 جنيه في الشهر للطالب اللي بيتدرب يدرس يومين نظري. مشاهدين دلوقتي بيسالوك على مكان المؤسسه. اكيد. هي وحدات اقليميه طبعا مشاهدينا موجوده في كل محافظه، وبنقول لمشاهدينا فكره التعليم المزدوج هو طالب ابتدى يتدرب، ابتدى يطلع من تدريبه ويلاقي وظيفه عمل لصاحب المنشاه الصناعيه، ان هو هيبقى ماسك في ايه زي ما بنقول ان احنا متكفل ومتبني الطالب ده، لان هو اللي عده، انا صاحب منشاه صناعيه صرفت عليه، فالطبيعي ان انا عمري ما هسيب حد انا صرفت عليه. واثناء فتره تدريبه سنه واثنين وثلاثه لما ياخد الدبلوم وهو عنده تمام مهاره معينه اكتسبها فبقى عنده وظيفه يقدر يكمل بيها حياته. تمام. يعني ممكن نقول ان المناهج بتبقى او المناهج العمليه بالنسبه للتعليم المزدوج هي تمثل طبيعه المصنع اللي هو بيمرن، يعني اذا كان المصنع مثلا بيشتغل مثلا في اطارات السيارات مثلا فهو ده بيطلع الطالب ال3 سنين بيتمرن على كيف يمكن ان ينتج اطارات السيارات، وبيروح المدرسه في يومين في الاسبوع بيتلقى تعليمه النظري. تمام كده؟ صحيح. يعني معنى كده التخصصات بقى اللي موجوده قد ايه؟ عندنا كذا تخصص، عندنا تخصص تمام ملابس جاهزه. تمام. عندنا تخصص مساعد فني اداري. تمام. وده بنلحق الطالب مساعد فني اداري تدريب عملي في المجالس المحليه. تمام. ومجالس المدن. عندنا تمام فكره صيانه ميكانيكا واصلاح، عندنا تمام كذا اقسام. وصل الامر تمام بقى فكره ابداعيه استاذ خالد ان احنا عندنا مصانع حولنا تمام الفصول لليومين النظري داخل المصنع، فباسمها تمام مدارس داخل المصنع. تمام. شغل يعني الايام كلها موجود. الايام كلها موجود في المصنع، نظري يدرس اليومين النظري ويبدا يطبق تمام في ال4 ايام العملي. تمام. دكتور معتز احنا معانا فاصل وهنتواصل مع حضرتك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل ثم تابعونا باذن الله. أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية من قلب الصعيد ومعانا ضيفنا الدكتور معتز أحمد حسن وبنتكلم على التعليم المزدوج ما له وما عليه. دكتور معتز، النصيحة اللي ممكن تقدمها لطلاب المرحلة الإعدادية اللي ممكن يلتحقوا بالتعليم المزدوج تقول لهم إيه؟ أنا هقول للطلاب اللي هيلتحقوا بالتعليم المزدوج فكر كويس تمام في الشيء اللي أنت هتطلع منه وتعرف تمام تستفيد بيه مستقبلك، فكر إن أنت تتعلم مهارة. مش عايزين نطلع من فكرة التعليم الفني، الأكبر مشكلة بتواجهنا وهي فكرة تمام إن أنا بطلع حد يكاد يكون تمام نصف متعلم إن لم يكن جاهل بما تحمله الكلمة من معنى. أنا عايز حد تمام دخل تعليم فعلا نتعلم منه، وده مفهوم شامل عن التعلم. تمام. التعليم جزء من التعلم، فإحنا عايزين نوصل بيه من تعليم لتعلم، ادنا له قيم معرفيه ونظريه لاولادنا تمام، ومن ثم خد مهاره وابتدى يطبق تمام المهارات دي فقدر ان هو يستوجد لنفسه فرصه عمل بعد ما خلص الدبلوم بتاعه. كلمه بقى من حضرتك للشباب التعليم العالي اللي مش عايزين ينزلوا يشوفوا شغل لمجرد ان في شغل حكومي دلوقتي متوفر.
هي عندنا تمام مشكله بيواجهها تمام شباب التعليم العالي، وعنده قناعه ان انا هطلع هتخرج فهلاقي تمام المكتب، وهلاقي تمام قيمه ماليه مرتفعه، وهلاقي تمام تقدير مجتمعي، مع العلم ان هو لو فكر ولو تمام لثواني قليله ان هو عمره ما طلع بيته تمام، هو طالع السلم من فوق لتحت، هو دايما بيطلع من تحت عشان يوصل باب شقته تمام ويدخل لبيته. فكر انت تبدا من تحت، فكر انت تجتهد، تحط لنفسك خطه، فكر انت تمام تمشي على الخطه دي بشكل منهجي واستراتيجيه تمام مستقله، واكيد تمام ان لا نضيع اجر من احسن عمله، وربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اكيد. ميرسي جدا، النهارده حلقتنا حقيقي كانت مميزه، وفقرتنا كمان كانت مميزه جدا، فقره شبابيه اتكلمنا فيها مع شاب ناجح، كمان التعليم المزدوج قد ايه حاجه ناجحه. نتمنى من كل الناس اللي حابه تشارك تروح الاماكن اللي قدامها والمتوفره. فقرتنا خلصت، لكن لسه فقراتنا الباقيه ما خلصتش. اعزائي المشاهدين، التعليم المزدوج هو باذن الله سبيل ان نرقى بمستوى التعليم الفني، زي ما تابعنا مع دكتور معتز. التعليم المزدوج بيعطي للطلاب فرصه للتدريب في المصانع، يعني الطالب بعد ما بيتخرج ممكن يلاقي فرصه ان هو يلاقي فرصه عمل، كمان اثناء الدراسه بياخد مقابل مادي. اعتقد التعليم المزدوج او الطريقه التي تدار بها التعليم المزدوج هي السبيل باذن الله للارتقاء بالتعليم الثانوي. اعزائي المشاهدين، متواصلين معاكم من قلب الصعيد، فتابعونا. تميمة تيلي شوب، متعة التسوق عبر شاشات التلفزيون. انت عايز كمبيوتر، وانت عايز تغير تلفزيونك القديم، وانت عايز ايه؟ عايز اتفرج على القنوات المصفرة. كل ده بتقدمه لك شركة تميمة، جهاز كمبيوتر اوريجينال، استيراد الخارج، ماركات عالمية، اتش بي، كومباك، دل، وماركات تانية كتير. هارد كبير تخزن عليه حاجات كتير، رامات عالية السرعة، وما تنساش كارت اللان علشان النت، تحمل اقوى الافلام والفيديوهات، وكمان تدخل على الشات. واهم ميزة الشاشة، شاشتنا LCD، مش شاشة عادية، شاشة LCD 17 بوصة مفلترة علشان ما تتعبش عينك كل شوية. كمبيوتر كامل متكامل علشان ولادك يلعبوا ويتسلوا وكمان يتعلموا، وانت كمان ممكن تستخدمه في برامج الكتابة والحسابات، وطبعا مع الجهاز جميع المشتملات، الكيبورد والماوس والكابلات، وضماننا مش سنة زي الشركات، ضمان سنتين، وكمان في تأمين على الجهاز. المفاجأة الكبرى، شاشة تلفزيون LCD هدية، شاشة عرض من غير وصلات، تتفرج على الافلام الجديده والمسلسلات. مستني ايه؟ كمبيوتر وكمان شاشه تلفزيون هديه. مش بس كده، تميمه بتقدم لك ريسيفر HD هديه عليه كل القنوات الجديده، ريسيفر ميني HD وباقه القنوات المشفره ببلاش مع الريسيفر، وكمان بيشغل فلاشه خارجيه. كل ده فقط 777 جنيه زائد مصاريف الشحن. أدلتي. أول موقع طبي يقدم خدمات إعلامية وإعلانية متميزة. يمكنك من خلاله الحصول على موقع تفاعلي، تعرض فيه كل خدماتك، كما تتمنى أن يتعرف علي عملائك. أدلتي، دليلك الشامل لخدماتك الطبية، صحتك حياتك. جمال ده كل شاب وكل شاب عايزه. عانيت من شعري كتير، بدأت أدور على حاجة بتكون مناسبة ليا وفي الوقت نفسه مش مكلفة قوي. الزراعة الشبكية دي أحدث شيء أمريكي توصلنا إليه. تركيب الشبكية عبارة عن طبقة خارجية شفافة جدا، بتبقى واخدة نفس منبت الشعراية زائد لون الجلد بتاع الشعراية. حالة الاكتئاب خلاص راحت بجد، وزي ما انتم شايفين شعري بقى عامل ازاي. سر جمالك وسر رشاقتك، جربوه مش هتندموا. تحياتي مجد القاسم. مع مركز التجميل احلى نرجع، حياتك بقى لها شكل تاني. مشاهدين في قلب الصعيد، معانا في فقره ايد على ايد، حاله انسانيه احنا بنقول عليها توجع القلب. زي ما هنشوف مع حضراتكم التقرير لهذه الحاله،
العامل الأب هو عامل بيشتغل عامل نظافة، اتجوز من حوالي 5 سنين وكان أمله في مولودته الأولى إن هو يفرح بيها، وللأسف الشديد أثناء الولادة تعرضت البنت لمشكلة في تعثر في الولادة وجالها ضمور في المخ. العامل البسيط اللي هو دخله على قده ساكن في أوضة حوالي 20 متر، وزوجته اللي هي ما بتشتغلش، كل دي الأمور دي مع بنت وصل سنها دلوقتي 5 سنين عندها ضمور في المخ اللي ما بتقدرش تقف على رجليها، أعتقد هذه الحالة في حاجة إلى نظرة، في حاجة إلى مساعدة من حضراتكم. إيد على إيد، هي فقرة إنسانية، أنتم بإنسانيتكم خدمتم ناس قبل كده، فرحتم ناس كانت مطالبهم بسيطة جداً ومشاكلهم كانت كبيرة قوي بالنسبة لهم، لكن المشكلة اللي معانا المرة دي هي مشكلة حقيقية بتوجع القلب. أي طفل عند أهله وعند كل العيلة والجيران والصحاب والشارع نظرة بتخليك تبص للبراءة والأمل وتنبسط، لكن الطفلة دي بتوجع قلب كل اللي بيشوفها. هتشوفوها معانا وواثقين في إنسانيتكم اللي هتخدمنا وهتعالجها. خلينا نشوف مع بعض التقرير. عزة طفلة 5 سنوات قضي على أحلامها منذ لحظة الولادة، شاء القدر أن تعجز عن تحقيق أحلامها. كلميني عن حالة عز. عندها هي نسبة ضمور في دماغها، ورحنا لدكاترة كتيرة بس ما حدش عطانا عقد نافع، يعني ما حدش قال انها تمشي امتى ولا ده ولا ده. هي دلها 5 سنين على الحل ده بس، فروحنا لدكاترة كتيرة يعني ما جابتش نتيجة. موضوع الدكاترة قدينا 5 سنين ساعة ما اتولدت بس، هي الدكتور زنقها في ميعاد الولادة، فراحت نزلت حصل لها نسبة ضمور هنا كده في دماغها في الجنب الشمال بس، على رجليها، رجلها مش بتقدر تقف وإيديها ما بتحركهاش، يعني ما بتفرطهاش قوي. حوالي كتير احنا عرفنا المانيا ومصر وسيوط وبنو مزور، يعني ما فيش دكاتره هنا، هي دي ما عنديش غيرها. اكيد رحت لدكاتره كتير، انا من ساعتك من ساعه ما اتولدت وهي بنسبه الضمور اللي في دماغها بس، ورحت لدكاتره كتير وانا ساعتك يعني عامل بسيط في المجلس، واديك شايف ظروف بيتي وعايش فوق اوضه فوق اوضه، وكل والله ما خليت حاجه ومستعد اصرف عليها دم اشحت عليها بس اشوفها تمشي، نفسي من عين ان انا اشوفها تمشي زي العيال، هي بتبقى قاعده هنا بس. صرفت عليها كتير 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 كتير، رحت للدكتور طلب مني حجن ب6000. اهل الخير الناس حبايبنا وكده ساعدوني، وانا من ناحيه والناس من ناحيه، والحمد لله يعني قدرت ان انا احقنها وكل حاجه في نفس الوقت، برضو مش شايف تقدم ولا وبعينها شايف الحاله هي بتاعتها، وهي انا اطلب بس ربنا بس ان انا اشوفها تمشي اكتر ولا اقل، نفسي ومن عيني بس ان انا اشوفها تمشي، يعني دي بنت ده حلم على مدار 5 سنين ان انا اشوفها تمشي وتلعب زي العيال الصغيره كده وكل حاجه بس انا امنيت حياتي ان انا اشوفها تمشي لا اكتر ولا اقل، يعني بس انا نفسي يعني ممكن لو لعبت في التراب ابقى مش قادره ان انا اقول لها تعالي عشان ما بتمشيش. هي بتزعل لما بتلاقي عيال خلانها ما يمشوا ولا اصغر منها فبتزعل بس. ايه
اشوفها تروح المدرسه وتبقى زي العيال العاديه الطبيعيين يعني تمشي اكيد. أنا متمسكة في ربنا وربنا عمره ما يكسف وربنا عمره ما يكسف. أما معاها زي بكل يعني لو عملت حاجة غلط ولقيت أمها تفزح فيها ما بستحملش. أقول يعني هي نقصها هي نقصها يعني أهم عن أهم. هي بتشوف العيال من ضغطها كده مش قادر انها تستحمل القعدة بتاعتها دي. ودي طفلة من حقها انها تلعب تمارس حياتها الطبيعية زيها زي اي طفلة. بس انا اللي طالبه بس انه اشوفها بس. والله اشوفها بس. انا راجل معاق في دراعي ورغم كده الحمد لله بحمد رب على كل شيء. أنا تأثرت أكيد أنتوا كمان اتأثرتوا معايا. أتمنى دلوقتي أن يكون سمعني أحد الأطباء المتخصصين لعلاج حالة الطفل عز. تعال نشوف الأم. إزاي يعني إيه؟ عادي ما بتقدرش تمشي في البيت بس أهم تحبي على الأرض وخلاص. دي أمنية كل أم. بتحسي بإيه لما بتلاقي عزة مش قادرة تلعب ولا تتحرك والأطفال بيلعبوا ويتحركوا؟ بزعل. هعمل إيه؟ بزعل. هي تأثرت لما الدكتور زنكها فما كانتش قادره تمشي خالص. خدناها من الدكتور ميته وقعدت في الحضانه 13 يوم بس فوديناها لدكاتره كتيره ما نفعتش. رحنا لدكاتره كتيره في المنيا واسيوط وفي كل حته بس ما فيش دكتور قال ان هي يعني هتمشي. حوالي بتاع 30,000. قولي لي بقى ايه موضوع الجهاز ده؟ ده طلبوا مننا الدكتور بتاع مصر قال عشان يفرط الركبه فهي ما بتلبسوش ولا فرط رجليها بس حوالي بتاع سنه او سنه ونص. كان امالكم بيها تمشي؟ ايوه. او على الحجن اللي هي خدتها برضه. موضوع الحجن اللي هي خدتها يعني المفروض كانت مشت بس الدكتور كان عايز يحجنها تاني بحجن تاني 6,000 تاني بعد 6 أشهر. لا طبعا عشان ما فيش فلوس. اجمالي اللي صرفته كان حوالي من 30,000 وتقولي اكتر زيادة يعني زيادة. انا حجنها بس 3 حجن ب6,000 جنيه ده غير المصاريف. يعني انا لفيتها من اسيوط لغايه مصر من بعض مصر دكاتره مفيش دكتور راضي حتى يقول لي على التشخيص بتاعها صح اللي انا امشي عليه. انا لدرجه ان انا يعني مرتب في المجلس اقسمت بالله واخد قرض يعني عامل سلفه للبنك وكده عشان بعلاج بنتي والمرتب مخصوص يعني نص بالنص وباخد النص المرتب كده مش قادر
يعني نص المرتب يعيشني انا ومراتي وبنتي وسعادتك. انا لو في شغلانه ان انا اقدر اشتغلها بعد الوظيفه بتاعتي هشتغل، انما مفيش شغلانه تاني مصدر رزق تاني بعد المجلس. اه في اعاقه في دراعي، في اعاقه في دراعي، اعاقه في دراعي، وبنتي والبيت، والله البيت هيجع، والله البيت هيجع. وتفضلوا شوف الحيطان كلها مشرخه عندكم، كل الحيطان كلها مشرخه والبيت كله رشح من تحت. مش قادر اللي انا اصرف على البيت بالمرتب اللي انا باخده من المجلس ده وعلاش بنتي، انا مش قادر اصرف. ونفسي اشوف بنتي، نفسي والله اني مستعد اشحت عليها، اشحت عليها، اشحت عليها، بس يقولوا لي البنت تمشي وانا مش، وانا اشحت والبنت هتمشي. وانا مش والله العظيم بتمنى، بس بتمنى ان اشوفها تمشي وتروح المدرسه زيها زي اي طفل، زيها زي اي طفله، اشوفها تروح المدرسه. لان بتتاثر جوا، بتتاثر لما تشوف طفله ماشيه قدام في سنها كده ماشيه قدام او اصغر منها وماشيه قدام 5 سنين ونص، ده اللي في سنها او اصغر منها بيروح الحضانه ويجي لوحده، انما هي مش قادره تروح، مش قادره تمشي، مش قادره. ده انا حتى لو كوبات الميه قالت اشرب ميه ما بقدرش، ان لازم اللي احنا نسقيها بالميه، ان احنا نمسك لها او انا والدتها نمسك لها الكوبايه كده ونسقيها، مش قادره تمسك حتى بايديها كوبايه الميه، حتى تدلج عليها. وهاديكوا شايفين، والله والله انا ظروفي ربنا اعلم بها، ربنا اعلم بها صح يعني ظروفي دي، ومش قادر. اديكم شايفين المعاش، لو واحدة زي ديت كده وطفلة وعند اي حد يرضى يعيش ب 450 جنيه، يرضى يعيش ب 450 جنيه، مرته وبنته ووالدته وهو وقاعدين في بيت يرضى يعيش ب 450 جنيه، مش قادر اتكلم، والله العظيم ما قادر اتكلم ولا اقول. ربنا يكرم الناس وربنا يخلي الناس وربنا يخلي كل من بص لحالة عزة وساهم في حالة عزة وبص لحالتنا وساعدنا، يا رب يا رب يجعلها من ميزان حسناته، يا رب يا رب. وبتمنى من ربنا كل اللي يبص لعشتنا ويبص لعزة ويبص لعشتنا، بقول يا رب اجعلها من موازين حسناتك ويجازيك الله كل خير في الأيام اللي احنا فيها دي، وربنا يقدرك على فعل الخير ان شاء الله. في نهاية حلقتنا بنقدم المساعدة البسيطة دي لعزة. تفضلي عزة. مستنيين مساعداتكم العينية والنقدية عن طريق التواصل مع أستاذ محمد أبو سعود معد فقرة إيد على إيد في برنامج قلب الصعيد على رقمه 010-144-39-14. نقول الرقم مرة تانية 010-144-39-14. من المنيا إنعام ربيع لقلب الصعيد. أعزائي المشاهدين، زي ما تابعنا مع حضراتكم حالة عزة 5 سنين وشفنا حالة الأسرة الأب والأم والزوجة وظروف اللي هم عايشين فيها، يعني احنا لا نناشد إلا أصحاب القلوب الرحيمة وبندعي ربنا إن شاء الله بإذن الله أن يشفي عزة، وبنقول يعني يا رب ما تكتب على حد أن بنته أو ابنه يتعرض لهذه المحنة،
وإن شاء الله في انتظار اتصالات أصحاب القلوب الرحيمة، سواء من يقدموا المساعدة لهذه الأسرة البسيطة أو الأطباء اللي هم ممكن يتولوا حالة عزة. عزة طفلة 5 سنوات كل حلمها تروح مدرسة أو تنزل تلعب مع صحابها في الشارع أو في النوادي بدل ما هي قاعدة بتتفرج عليهم. أهلها قاعدين بيتفرجوا على وجعها مش عارفين ينقذوها. المبلغ الخاص بالعملية كبير جدا عليهم، عشان كده مناشدة الأطباء والناس هي مناشدة واجبة علينا كلنا. بأقل حاجة ممكن نشارك بيها بس بأكبر عدد هنقدر إننا نعالج عزة. طفلة لكن حلمها كبير قوي، حلمها تعيش طبيعية. خلصت النهاردة، كان فيها مواضيع كتير مهمة. مواضيعنا كانت ما بين التعليم وكمان السياحة والاستثمار، وأكيد ختمناها بموضوع مهم كان لازم نحطه في الختام لأنه أهم حاجة الحالة الإنسانية. أعزائي المشاهدين، بإذن الله يعني الاستثمار سوف يعود إلى الصعيد، وبإذن الله الصعيد تكون قاطرة التنمية لمصر الغالية إن شاء الله. وزي ما تابعنا مع حضراتكم التعليم المزدوج وأهمية التعليم المزدوج، إزاي ممكن إن هو يطلع الصانع الماهر، إزاي التعليم المزدوج الولد أو البنت اللي بتدخل المصانع بتطلع وتلاقي مهنة وتلاقي كمان وظيفة. بإذن الله بنتابع مع حضراتكم دايما من قلب الصعيد أمالكم وأحلامكم وطموحاتكم، وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم الأسبوع القادم وقلب الصعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.